العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وصلنا بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب تقريب التدمرية إلى فصل الأصل الثاني في القدر والشرع. فصل الأصل الثاني في القدر والشرع، يعني بعدما تكلم في الأصل الأول عن باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، فيقول فصل الأصل الثاني في القدر والإيه والشرع. القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا. القدر تعريفه تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا، ما قدره الله عز وجل ومضى به يعني أمره ويعني في خلقه أزلا وأبدا، أزلا وأبدا ما كان وما يكون. لأن الله عز وجل كما سيأتي الكلام في مراتب القدر، أن المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، فالله عز وجل علم كل شيء أزلا وأبدا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، وسيأتي الكلام الآن على وجه. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، وذكر قدر تعريفه قال تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا، أن الله عز وجل قدر كل ما هو واقع، كل ما هو حادث، كل شيء قدره تقديرا تبارك وتعالى ومضى به يعني أمر، فقدره الله عز وجل على يعني النحو الذي ورد في الكتاب والسنة. سيأتي تفصيل الإيمان بهذا الإيه القدر، بهذا القدر. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، بيانها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور حين سأله عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولذا كان منكر القدر كافرا، كان منكر القدر كافرا، وكما ورد في حديث يعني أخبرك ابن عبد الله بن عمر لما يعني أخبر بأن هناك من يعني يقول لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف، يعني لا يعلم الله إلا به بعد أن يحدث، قال يعني أخبرهم عن أي أخبر هؤلاء الذين يقولون هذا القول أو هذه المقالة أنهم مني براء وأنا منهم بريء، حتى والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم أو أحدهم ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. فدل هذا على أن منكر القدر يعني إقبالك منكر القدر كافر، الذي ينكره بالجملة ينكره تماما أو ينكر العلم الشامل لله عز وجل، سواء ينكر القدر كله وكل مراتبه أو ينكر العلم الأزلي أو العلم الشامل أو العلم الشامل، وهم غلاة القدر، وهؤلاء كفرهم العلماء كما ذكرنا، بخلاف من وقعوا في الضلال وخالفوا في بعض مسائله فضللوا وبدعوا كالمعتزلة. أما غلاة القدرية لهم أنكروا القدر برمته أو القدر السابق أو أنكروا العلم الشامل أو العلم الأزلي، فهؤلاء يعني كفار كما ذكر ذلك أهل العلم. طيب، والإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربوبية الله تعالى. الإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بالربوبية، لأنه كما سيأتي أن الإيمان أو كما يعني ينبغي أن نعلم أن الربوبية أنك تؤمن في إثبات الربوبية، تؤمن به
بأن الله عز وجل خالق ورازق ومدبر الأمر ومصرف الشأن، له الخلق بلك والأمر. طيب والله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، وإثبات مشيئته. فعموم الخلق عليه الصلاة والسلام، عموم المشيئة، كل هذا داخل في معنى الربوبية، وهو ده موجود فين؟ في مراتب القدر والعلم التام لله عز وجل. فالقدر، الإيمان بالقدر كما قلنا، والشرع من تمام الإيمان بالربوبية. ولذلك كان من يعني خالف في القدر وزعم أن الإنسان يخلق فعله أو كذا، كانوا إيه؟ كانوا مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا كده مع الله عز وجل ربا. مجوس لهم إلهان، إله الظلم وإله الإيه؟ فهؤلاء لأنهم قبلك نافوا عموم الخلق. وهو القدر هيبقى إيه؟ ما هو عشان عموم العلم وعموم الكتاب وعموم المشيئة وعموم الخلق، هي المراتب الأربعة. كده أن الله عز وجل تبارك وتعالى علمه شامل محيط لا يعزب عنه شيء، وهو أزلا وأبدا وشامل لكل شيء، وشملت وكتب كل شيء، المرتبة الثانية. ومشيئته شاملة لكل شيء، ولذلك مشيئة الإنسان في مشيئة للإنسان زي ما يأتي، ولكن مشيئة مقيدة وليست مطلقة، ليست إيه؟ مطلقة، ليست مستقلة، إنما هي داخلة تحت مشيئة وما تشاؤون إلا يشاء الله. وكذا مرتبة الإيه؟ الخلق، عموم الخلق، خلق الناس وصفاتهم وما يعملون، ليه؟ لعموم خلقه جل وعلا. وده معنى معاني الايه؟ الربوبيه، معنى معاني التوحيد الربوبيه. طيب، ولذلك احمد لما تكلم عليه الصلاه والسلام قال القدر ايه؟ قال القدر قدرات الله، القدر قدرات الله، خدت بالك؟ لان ده القدر، ايمانك بالقدر يدل على ايمانك بقدره الله المطلقه تبارك وتعالى، عز وجل قادر على كل شيء عز وجل. فالايمان بالقدر، طيب، والشرع اللي هو الامر والنهي، اخبلك ما امر الله عز وجل به او ما نهانا عنه، اخبلك كلاهما من تمام الايه؟ لان قال له الخلق والايه؟ والامر. الشرع اللي هو الامر والنهي، اللي هو السياده بالامر والنهي، اللي قال له الخلق والايه؟ والامر، تبارك الله رب العالمين. فالله تفرد بالخلق وتفرد بالايه؟ بالامر والنهي، مش بالشرع، اللي هو الشرع، واخبلك انتبه معي، ما هو الشرع الامر والنهي، شرع الامر والايه؟ والنهي. وده معنى من معاني الربوبيه، اللي هو معنى الايه؟ ها، السياده بالامر والايه؟ والنهي. انت عشان تفهم ان شاء الله فهما جيدا وتبلور لديك. فالايمان بالقدر والشرع من تمام الربوبيه، قلنا لماذا؟ قلنا لان القدر قدره الله، والخلق عموم الخلق وعموم العلم وعموم المشيئه، وكل داخل في معاني الايه؟ اي معاني الربوبيه. طيب والشرع هو الامر والنهي، والامر والنهي السياده بالامر والمعاني ايه؟ الربوبيه. احنا اخذنا ان معاني الربوبيه تفرد الرب جل وعلا بالخلق والرزق والتدبير والاحياء والايه؟ والاماته. طيب، وتفرد الرب بالملك التام والسياده بالامر والايه؟ والنهي. خدت بالك؟ عشان كده كان القدر والايه؟ الايمان بالقدر والشرع من تمام الايمان بايه؟ بربوبيه الرب جل وعلا على خلقه تبارك وتعالى. وللايمان بالقدر مراتب اربع، وللايمان بالقدر مراتب اربع. المرتبه الاولى الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله أو أفعال مخلوقاته. ده أول مرتبة الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى الإيه؟ الأزلي الأبدي، أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون، ماشي، بل وما لم يكن لو كان كيف لا يخبرك يكون، علمه ولو رد العدل ما نهوا عنه. أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا. هذا علم المرتبة الأولى، هي علم الله عز وجل الأزلي الذي إخبالك إيه؟ صفة للرب تبارك وتعالى، أزلي، علم كل شيء لا يخفى عليه شيء تبارك وتعالى. خلق لا يعني لا من أفعاله تبارك وتعالى ولا من أفعال إيه؟ مخلوقاته. علم كل شيء ظاهره وباطنه، السر عنده علانية، سواء منكم من هو ايه؟ ها، مستخف بالليل، يخبرك كل يخبرك الامور عنده عز وجل، سواء لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، عموم العلم. يبقى انا عندي في مرتبة الايمان بالعلم ان هذا العلم ازلي، انتبه معي،
خلاف الايه؟ اخبالك اهل الكفر والضلال والزيغ الذين زعموا نفوا هذا هذه المرتبة، اخبالك وقالوا الامر انف يعني لا يعلم الا بعد ان يقود، والعياذ بالله ايه خد ايوه هذا، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى، وهذا كفر بالله. وزعموا ايه بناء عليه ان النسخ ايه؟ قالوا اخبالك ايه النسخ ده بدا يعني ايه بدا له، واخبالك وده كلام برضه والعياذ بالله كفر بالله عز وجل. لا، النسخ مرده الى الايه؟ الى الحكمه، الى الايه؟ الى الحكمه. ان الله عز وجل يعني ليس النسخ مرده الى البداء والعياذ بالله، وانه بدا لهم شيء لم يكن موجود من قبل، ده كده نسبوا الجهل، وصف ربهم بالجهل، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا، ان الله علم كل شيء لا يخفى عليه شيء، علما ازليا ابديا علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. انتبه معي، لا يخفى عليه من امر العباد شيء تبارك وتعالى، ولا من اخبالك افعاله عز وجل، فعلم كل شيء تبارك وتعالى. انما النسخ مش راجع ان اخبالك ان معناه انه زي ما قالوا زعموا اخبالك، لا البداء لا، انما النسخ راجع، ماشي جزاك الله خير ماشي اخوانا، انما النسخ راجع الى ايه؟ اخبالك الى الحكمه، ان الله عز وجل اقتضت حكمته، اقتضت حكمته ان يشرع للعباد، ان يشرع للعباد شيئا، ان يشرع للعباد شيئا يحدث مثلا اخبالك يتعبدون به ثم ينسخه تبارك وتعالى لحكم. ليه؟ لحكم، لحكم يعلمه عز وجل، حكم كثيرة جدا بقى، التخفيف، الابتلاء، الاختبار للعباد، الامتحان للعباد، لمصلحة العباد كانت في هذا الوقت تقتضي كذا، وانت لبيان تمام الاستسلام، لأن العبد المستسلم يعبد الله عز وجل ها كل وقت وبحسب طاعة كل وقت، وبحسب ايه؟ طاعة كل وقت، فيعبد الله تبارك وتعالى وقت كل، وبحسب طاعة كل ايه؟ كل وقت أدي. واخبالك ولذلك هؤلاء الذين كانوا يصلون الى 16 شهرا الى بيت المقدس ثم نسخت القبلة فتحولوا فاستجابوا، خدت بالك؟ هم عبدوا الله عز وجل واجروا مرة هذه والى هذه الى استمام الاستسلام. فالنسخ ليس مرده البداء، ان الامر ده بدا للرب ثم لم يكن، لا تعالى الله عن ذلك، الله يعلم مرده الى الحكمة، مرده الى الايه؟ فعلم الله عز وجل شامل محيط تبارك وتعالى، علم كل شيء أزلا وأبدا، أزلا وإيه؟ وأبدا. لا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، خدت بالك؟ انتبه معي، لو أخبرك إن الولد لو شوف الله عز وجل علم، أخبرك أنت إن هذا الغلام اللي قتله الخادم أنه لو عاش لمات إيه؟ أيوه أخبرك أنت إزاي؟ طبعا طبع يوم طبع كافرا، أي لو عاش، لأن أرجح الأقوال أن موته صغيرا كانت رحمة له أيضا، ورحمة لأبويه، خدت بالك؟ رحمة لأبويه لأنه لو عاش ها لأراقوما طغيانا وكفرا، ولكفر هو بالله فكان من أهل النار، فعلى أرجح الأقوال أنه بذلك أخبالك سلم من النار أيضا بموت، لكن لو لو علم الله شأنه حتى لو عاش، ما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يخفى على الله عز وجل شيء في الأرض ولا في السماء تبارك وتعالى، خدت بالك؟ يعني زي ما في سورة الزخر أخبالك إيه؟ ها؟ اللي هي آية جعلنا لمن يكفر بالرحمن ومعالج على ايه؟ ولولا يكون كان يؤدي لايه؟ كان يؤدي لكفر الناس، كان لم يكن لو كان كيف يكون؟ لكفر الناس لو حدث هذا، خدت بالك؟ ما احتملوا هذا الامر من الابتلاء، ما احتملوه، وهكذا، والادله كثيره نصنع عشان بس ايه؟ نمضي سريعا، خد بالك انت ازاي؟ في هذا الباب، فالمرتبه الاولى في مراتب القدر هي الإيمان بأن الله تعالى علم بعلمه الأزلي، والعلم صفة الرب جل وعلا، ماشي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله أو أفعال مخلوقاته، واضح؟ وقد وضحناها. الذين خالفوا في هذه المرتبة إما بنفي العلم الأزلي وهذا كفر غلاة الإقبالك القدرية، وإما كما قالت الفلاسفة حيث قالوا ايه ان العلم ثابت في الجمله لكن لا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا ايضا كفر، وهذا ايضا ايه بثلاثه كفر الفلاسفه العلة اذ انكروها وهي حقا مثبته، حدوث ايه عوالم ماشي وعلم بجزئي وحدوث عوالم وحشر لاجساد بعد ان كانت ميته، خدت بالك؟ كمان ده خلاص الكتاب ايه تهافت الفلاسفه لا بحامل، واضح؟ فهؤلاء زعموا ان الله يعلم الايه الكل ولا يعلم، هذا والعياذ بالله، الله لا يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء،
علمه تام أزلي أبدي وشامل محيط أحاط بكل شيء علما، تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما. دي المرتبة الأولى التي إيه في مراتب القدر. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير. طبعا احنا بنمشي سريع عشان ايه ده لو فصلناها هيبقى دوره زي الدوره، ماشي واضح. طيب المرتبه الثانيه الايمان بان الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه، فما من شيء كان او يكون الا وهو مكتوب قبلك مقدر قبل ان يكون. نعم المرتبه الثانيه مرتبه الكتابه، كتابة في اللوح المحفوظ ده الكتابة الأولى، دي أول مرتبة مراتب الكتابة. خلق الله عز وجل وما خلق خلق القلم قال اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب كل ما هو كائن إيه إلى يوم القيامة، وده أم الكتاب، أم الإيه اللوح المحفوظ، وده الذي لا تبديل ولا تغيير. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ده لا تبديل ولا تغيير فيه، إنما المحو والإثبات يكون في ماذا؟ فيما بين يدي الملائكة، كتب التي مع الملائكة، ماشي؟ إيه محو الإثبات فيها، لكن ما قبلك أم الكتاب لا ده. ولذلك دي أول مرتبة، مرتبة إيه قبلك الكتابة في اللوح الإيه المحفوظ، ماشي. طيب بعد كده عندنا بقى مراتب أخرى في الكتابة متفرعة، منها كتابة الإيه قبلك الإيه الملك قبلك القدر وأنت في إيه في بطن أمك، هذه كتابة، هذه قبلك أنت، وفي القدر الحولي اللي هو في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، بينزل الإيه قدر العام كله إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ، ينزل إيه تفاصيل ما يحدث هذا العام قدر الحولي فيها يفرق له وفيها. وبعد كده عندنا مرتبة الكتابة الإيه اللي يخبلك الإيه قبل اليوم، يخبلك اللي احنا قلنا في بطن أمك من حديث عبد الله بن مسعود اللي هو يؤمر بكتب إيه أربع إلى آخر إيه تفاصيل. وبعد كده عندنا الإيه الكتاب الإيه اليومية، يخبلك كل يوم هو في شأن قدر اليوم، يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويخفض وخبالك ويفك عانيا ويخفض هذا ويرفع وينزع وخبالك الملك من هذا ويولي هذا قد ولك ويفعل، ده القدر اليوم. دي مراتب، كل مراتب داخله تحت مرتبه الايه الكتاب، وكل صغير وكبير ايه مستطر، وكل صغير وكبير مستطر. طيب الانسان مثلا عندنا حديث في انه ان العبد خبالك يعني من أراد أن ينسأ له في أجله أو يبارك له في رزقه فليصل إيه رحمة. طيب هو الأجل مكتوب ومقدر، سألت الله لأجال مخبرك أنت إزاي مكتوب أخبرك هو إزاي نجمع ها ما هو ده من ضمن داخل في الكتابة أنه أن عمره مثلا 50 عام، أن عمره 50 عاما أو 60 عام، ولكن لو وصل رحمه سيزيد 10. خدت بالك اللوح المحفوظ فيه إذا كان سيصل أو لا يصل مع الملائكة لو وصل، لكن في اللوح المحفوظ فيه ما سيحدث بالضبط. خدت بالك؟ فإن وصل فإنه أيوه لو وصل وهذا سيصل وهذا لن يصل فلن يزيد لن يأخذ آه، فيبقى معاه لو وصل، فيجي ما وصلش خد بالك خلاص يبقى دول مش إيه، طب وصل زيدوه أهو محو إثبات. لكن في أم الكتاب ها كل شيء، كل شيء كتب وسطر لا تبديل فيه ولا تغيير، جفت الأقلام ورفعت الأقلام وجفت الصحف بما هو كائن، خلاص ده أم الكتاب، ده الإمام المبين، كتاب اللوح المحفوظ في مقادير الخلائق كلها، واضح؟ طيب يبقى أنا عندي ده المرتبة الثانية. دليل هاتين المرتبتين، دليل هاتين اللي هي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك على الله يسير، اهو خدت بالك؟ وكذلك قوله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، ها كتاب مقدر، خد بالك انت ازاي مكتوبة ومقدرة، واضح؟ طيب وقيل مفاتح الغيب اللي هي ها الخمسة، خدت بالك الموجودة في آخر سورة إيه؟ لقمان، آخر سورة إيه؟ لقمان. وأما السنة، وطبعا الأدلة في القرآن كثيرة، دي شملت العلم والكتابة، لأنه يعلم ما في عندما فتح وإلا يعلمها ولا رب إلا في كتاب، فشملت الإيه؟ ألم تعلم الله على في كتاب، فشملت العلم والإيه؟ والكتابة. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. أخرجه مسلم. وروى البخاري في صحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء من قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. الذكر هو أم اللوح المحفوظ، كل شيء. وروى الإمام أحمد والترمذي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فدي قبل الخلق. سمعت حاجة مشاكل كان بين الكتابة؟ لا، ما هو دخل لك الفترة اللي ما بين الكتابة لا هو بس نطلع عشان خلصنا، لكن هي ده الظاهر النص أنها قبل الكتابة. ماشي. طيب. وروى الإمام أحمد والترمذي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أول ما خلق الله القلم، طبعا خدت بالك البعض حصل نزاع بين أول المخلوقات، هل هو العرش أم إيه؟ أم القلم؟ خدت بالك؟ فمن العلماء من ذهب إلى أنه العرش، ومنهم من ذهب إلى أنه القلم، لأنه الإيه؟ القلم. خدت بالك؟ فمنهم من ذهب، المسألة فيها خلاف كبير يعني من أهل العلم. ده مو خد بالك إن إيه أول؟ لأنه وكان لا لك وكان عرشه على الماء. أهو خدت بالك يعني إيه؟ كان موجودا قبل أن يخلق القلم، فذهب البعض إلى أن العرش، والبعض ذهب إلى أن أول ما خلق الله الإيه؟ القلم. علق الشيخ الألباني كلام جميل في حتة دي، هتجر في التسلسل بقى، مش كنا خدناها في الأشعار، مش عايز أجركم فيها، في مسألة التسلسل، تسلسل المخلوقات. واخد بالك انت القديم والاول، هل المخلوقات لها اول ام ليس لها اول؟ ماشي. الراجح ان لها ايه؟ اول، بدليل ان الشيخ قال لك حتى لو تنازعوا ان اول المخلوقات الايه؟ والاو سواء القلم، لكن انتبه انها لها ايه؟ اول. ده اول مخلوق، ده اول الايه؟ المخلوقات، اول المخلوقات، ده اول الايه؟ وذهب البعض ايه الى ان هذه المخلوقات لو قلنا انها لها اول يبقى كده ايه شيء من التعطيل، لكن العلماء ردوا على هذا: لا، ان الله فعال لما يريد، نعم، ويفعل ما يشاء، لكن قضت مشيئته وحكمته ان يخلق هذه المخلوقات او يجعل المخلوقات حسب ما شاء عز وجل، وحسب ما اقتضت حكمته تبارك وتعالى. ليس معنى هذا كما ذهب البعض الى ان هذا ايه نوع من التعطيل، لانك انت الله عز وجل فعال لما يريد. قالوا: يستلزم هذا ان تبقى المخلوقات ايوه كل مخلوق له اول وله ايه نهايه، بس ما لهاش ايه، خدت بالك؟ والبعض قال: هذا يستلزم التسلسل، هذا يستلزم الايه، ويؤدي الى ذلك. قول الراجح حقيقه ان اللي اتت دلت عليه النصوص ان المخلوقات لها ايه، لها اول، سواء كان الاول العرش او الاول القلم، فايه، وهذا لا يستقبلك انت ازاي، وهذا لا يستلزم التعطيل في شيء مع اثبات كمال الرب جل وعلا وكمال صفاته، لكن يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء وإيه؟ فما رد هذا إلى مشيئته عز وجل، إلى مشيئته تبارك وتعالى. المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء. المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء. فما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير وكبير وظاهر وباطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله. إلا بمشيئة الإيه؟ لا، عز وجل مشيئته، أخبرك أنت إزاي؟ النافذة والشاملة، عموم المشيئة، عموم الإيه؟ زي ما عندنا عموم العلم، زي ما عندنا عموم الإيه؟ وعموم الكتابة، عموم الإيه؟ المشيئة، عموم الإيه؟ رحمك الله، أن الله عز وجل لا يوجد شيء إلا وقد إيه؟ خدت بالك أنت إزاي؟ إلا وقد شاء، عموم شملت مشيئته كل شيء، تبارك وتعالى، كل شيء. وعمت مشيئته كل شيء، ما شئت ماشي كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت كما يقول الشافعي، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وذا خذلت وذا أعنت وذا لم تعد، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. ما شئت كان وإن لم أشأ، ما شاء الله كان تبارك وتعالى، وما لم يشأ لم يكن، عموم المشيئة. انتبه معي، المرتبة الثالثة: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن،
على ذا مننت وذا خذلت وذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. انتبه معي. فمشيئة الله تبارك، عموم المشيئة، عموم الايه؟ المشيئة. طب الإنسان له مشيئة، بس مشيئة مقيدة. مشيئة ايه؟ مقيدة، داخلة تحت ايه؟ زي ما يجب دلوقتي اسم مشيئة مستقلة كما سيأتي. يبقى انا المرتبة الايه؟ ها؟ الثالثة هي الإيمان بايه؟ أيوة، بمشيئة الله عز وجل، وأنها عامة في كل ما وجد موجود، ولا عدم معدوم من صغير وكبير أو ضر إلا بمشيئة الله. هتقول لي طب شاء الله عز وجل، أخبرك وجود الشيطان شاء الله عز وجل، وجود الكفر، نعم، كل هذا مشيئة كونية. مشيئة ليه؟ كونية لله عز وجل. المرادات قسمان، مرادات قسمان، مراد لذاته ومراد لغيره. مرادات الرب جل وعلا قسم، مراد لذاته ومراد لإيه؟ لغيره. مراد لغيره، خدت بالك؟ شاءه الله عز وجل وهو لا يحبه، ولكن شاءه ليه؟ لحكم مترتبة، أو لأشياء محبوبة مترتبة عليه، مترتبة إيه؟ عليه، ولحكم بالغة تبارك وتعالى. في مراد لذاته ما يحبه الله ويرضاه، ماشي، يريده ليه؟ ومراد لغيره شاءه الله عز وجل وهو ليه؟ لحكم مترتبة، أو ليه؟ بالك، أشياء محبوبة مترتبة. الكفر مثلا لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه العباد، وشاء وجوده. لماذا؟ لأنه لولا وجود الكفر مع الإيمان ما وجدت العبادات من ولاء وبراء وجهاد في سبيل الله، وما وجدت الشهادة في سبيل ويحبها الله تبارك وتعالى وغير ذلك من العبادات، وما تميز أهل الجنة من أهل النار وغير ذلك من الحكم البالغة والمحبوبات التي ترتب على هذا الشيء. مراد لغيره، ضبط الأمر عشان خبرتك تفهمها، أن في مراد لذاته ومراد لإيه؟ لغيره. فمراد الله لغيره لحكم بالغة، خدت بالك؟ لحكم ايه؟ بالغة. والله عز وجل حكيم لا يفعل شيئا عبثا، تعالى الله عن ذلك تبارك وتعالى، انما حكيم كل شيء ايه؟ او فعله، انما هو افعاله كلها حكيمة، كلها حكيمة. فانتبه، فالله عز وجل شاء وجود كل شيء، وهذه الاشياء الموجودة اما مرادة لذاتها واما مرادة ها؟ لغيرها، اي مرادة لما ترتب عليها، لما ترتب ايه؟ عليها من الايه؟ خدت بالك انت ازاي؟ من الايه؟ من الاشياء المحبوبه لله عز وجل، او خبالك وما جرت به حكمته تبارك وتعالى. المرتبه الرابعه الايمان بخلق الله تعالى، وانه خالق كل شيء، خالق كل شيء من صغير وايه؟ وكبير، وظاهر وباطن، وان خلقه شامل لاعيان هذه الايه؟ المخلوقات وصفات وما يصدر عنها من اقوال وافعال وايه؟ وآثار. المرتبة الرابعة عموم الخلق، يبقى خد بالك مع عموم الايه؟ زي ما قلنا عموم المشيئة، عموم الايه؟ الخلق، أي عموم خلق الله عز وجل لكل المخلوقات. قد خالق كل شيء، خالق كل ايه؟ وده خالق كل شيء، خالق البشر وأعمالهم، خلقكم وما تعملون، وصفاتهم، خالق كل شيء تبارك وتعالى، عموم خلق الله عز وجل، ماشي؟ لا خالق سواه، لا خالق سواه، خلق كل شيء تبارك وتعالى وقدره تقديرا. طيب الإيمان بخلق الله كل شيء، طيب، من صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات، أيوة، خلق هذه المخلوقات بأعيانها، خلق أعيانها وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار، كل هذا إيه؟ خلقه الله عز وجل خالق كل شيء. انتبه، انحرف في هذا الباب فرقتان، او اهل اخبلك يعني ايه، الناس في هذا الطرفان وسط، منهم من يعني اثبت للانسان اخبلك، جعل الانسان خالقا لافعاله، واخبلك وان الله لا يخلق فعل العبد، فجعل بعض الله خالقا ايه اللي بنسميه نظريه الكسب، زي ما خدناها في شرحنا في كتاب الاشاعره، خدت بالك ايه اخبلك الكسب اللي هو خلق افعال العباد. قلنا ان ايه موقف الناس منها؟ قلنا الناس فيها ايه؟ ها، طرفان وسط، قبلك طرف غلق، طرف ان اقبلك انحرف وغلق، قبلك المقولات او اللي ايه نفى خلق عموم الخلق، وجعل مع الله خلق، وجعل الانسان خالقا لافعاله، فانحرف وكانوا بذلك مجوس هذه الايه القدريه، مجوس هذه الامه. ليه؟ خدت بالك انت ازاي؟ طبعا حاولوا هم يقول لك لا، ما احنا مش ايه، مش احنا القدريه اللي ايه؟ لا، امنوا نسبوا القدر لله. قال لك لا، خدت بالك انت اللي نسبت لايه؟
الخلق ليك يبقى ينسى انت اللي كده زي ما رد عليهم الامام رحمه الله وغيره. فهم القدريه اللي هم المعتزله ومن جرى مجراهم الذين جعلوا الانسان واثبات ان مع الله وده كلام باطل. لذلك كانوا مجوس لان المجوس هم الايه عندهم اله اله الظلم واله الايه قبلك النور نفس الكلام. هم نفس سلكوا مسلكهم وحذوا حذوهم. طيب وعلى الجانب الاخر نجد الايه ها الجبريه اللي قال لك ايه خدت بالك ان الانسان ايه لا دخل له ومجبول على كل شيء لا له مشيئه ولا اراده ولا قدره ولا يفعل شيء. وده كلام باطل يخالف صريح القران يخالف القران ويخالف الوعي السمع ويخالف العقل ويخالف الايه المحسوس ويخالف المحسوس. لان الافعال كما ترى او كما تعلم قسمان افعال اضطراريه وافعال اختياريه. خد بالك افعال اضطراريه اللي هي زي جريان الدم ونبض القلب وده اضطرار. واختياريه بقى زي سائل الافعال انت ايه من قيام وقعود واكل وشرب وصلاه وعباده افعال اختياريه. والانسان يعني هذا امر محسوس مشاهد هل هذا الفعل كذاك ها هل حركتك وسكونك ومشيك ومجيئك واكلك وشربك وصلاه كجريان الدم الذي يجري في عروقك ها وكالنبض وكذا الذي يتحكم في حركه قلبك وغير ذلك. لا طبعا خدت بالك هذا الكلام حتى هنا في الايه انتبه معي دي افعال. طيب هتبقى ايه ولذلك هذا الكلام كلام باطل يخالف صريح. طب ما يبقى الرسل بعثوا ليه والكتب نزلت ليه والجنه والنار وايه ده كده كلام يخالف كل يعني صريح القران والسنه وصحيح العقل وصحيح سليم الفطره والمحسوس كلام في غايه الضلال والانحراف. خدت بالك وكان اهل السنه وسطا بين هاتين الفرقتين المذمومتين او خد بالك انت ازاي انتبه وسط ان هو عموم خلق الله عز وجل مع خد بالك ان الله عز وجل خالق كل شيء وخالق الافعال لكن الفعل ينسب ليه يضاف الى الانسان ايه حقيقه لانه ايه فاعله لانه ايه خد بالك ينسب اليه بايه لان الله اعطاه اراده وقدره. خدت بالك على الايه وهو وقدرته وارادته من خلق الله عز وجل لكن خد بالك ينسب اليه ايه لانه هو ربنا اعطاه الاراده على والله الذي اقدره على هذا والله الذي اقدره على هذا. تعال شيخ محمد لا والله لا تيجي تعال تعال شيخ محمد ما ينفعش محمد عم مولد خليه مكان يعني. لا هو في مكان في مكان مش مكان خليه هنا مكان وقع والله عز وجل ايه ها ركز يا اخوانا والله عز وجل اقدره على ايه على هذا. فهذه الاراده وهذه القدره التي اقبلك بها ايه بها يفعل العبد الفعل هي ايضا من خلق الله لكنها اعطاه الله عز وجل ايه اياها تبارك وتعالى. يقول ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له طبعا له مقاليد السماوات والايه والارض. تذكر احنا ما اتكلمنا في المساله دي عند الاشاعره قلنا ايه لانهم قالوا ما فيش قدره مؤثره كانوا جبريه متستره قالوا ما فيش قدره مؤثره الا ايه وقالوا ما يجتمعش مؤثران على ايه على فعل وده كلام باطل. طب ما انت عندك الولد الله الذي خلقه والام والاب سبب ولا مش سبب ها سبب والذي خلق الام والاب والولد رب العالمين لكن جرت حكمك انه لا يوجد الولد الا بوجود الابوين وجود السبب وهيجي وقت شايف الاسباب وجود الايه السبب. خدت بالك فاجتماع مؤثرين وليس معنى ذلك ان ديت انت كده اثبتت ايه مع الله بقى قوه مؤثره اخرى. لا طبعا لان انت بتقول من الذي حتى الانسان لما تقول من الذي اقدره على هذا الفعل ها من الذي خلق له ارادته من الذي خلق له قدرته رب العالمين تبارك وتعالى. فهذا لا اخبرك لا يعني اخبرك اثبات قدره مستقله او شيء من هذا لا انما او مشيئه مستقله انما مشيئه الانسان مشيئه مقيده وما تشاء لك له مشيئه ليس كما اخبرك زعمت الجبريه بنفيها تاما نفيا تاما وليس كما زعمت المعتزلة أنها مستقلة. ده باطل وده إيه؟ باطل ده باطل وده باطل. طيب ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض وقوله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يبقى عندي هو خالق كل شيء عموم الإيه؟ خلق كل ما هو مخلوق خلقه من؟ الله رب الأرض والسماء. أعيان صفات أفعال
أقوال آثار، كل هذا ها خلقه الله عز وجل، لا خالق سواه تبارك وتعالى. طيب والفعل مع العبد، فعله حقيقي وسبيل حقيقي، وهو عنده قدرة على الفعل وعنده إرادة، بس من الذي خلقه وخلق قدرته وإرادته ها ومشيئته؟ هذه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أي شيء الله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب، الذي له ملك السماوات ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق برضه خلق كل شيء وقدره تقديرا، والله خلقكم وما تعملون، ولم يخلق، يقبلك انت زي، ولم يخلق شيء او لم يخلق شيئا الا بمشيئته، لانه تعالى لا مكره له. الله عز وجل لم يخلق شيئا الا بايه؟ بمشيئته. عشان كده قلت لك حتى هذه الاشياء التي خلقها هو لا يحبها، قلنا ايه؟ هيقولنا دي لان مراد لغير. خدت بالك انت ازاي؟ يعني هو الذي اراد ذلك لما يترتب الحكم، لانه حكيم تبارك وتعالى، ولما سيترتب عليها من امور يحبها الله تبارك وتعالى. واضح؟ زي ما قلنا اهو، وجود الشيطان عشان يبقى في حزب للرحمن وحزب للشيطان، وعشان يبقى في عبادات وطاعات يحبها الله، وعشان تتميز اهل الجنه من اهل النار، وغير ذلك من الحكم الكثيره لله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب، الا لانه تعالى لا مكره له لكمال ملكه وتمام سلطانه. قال الله تعالى مبينا ان فعله بمشيئته، ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء تبارك وتعالى. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يفعل ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار تبارك وتعالى. وقال مبينا ان فعل مخلوقاته يشاء مخلوقاته بمشيئته، يعني حتى انت افعالك انت بمشيئته، ولو لم يشاءها لم توجد، بس لابد ان تفرق بين المشيئه الكونيه والايه؟ والشرعيه. واخد بالك، بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. قلنا الاراده الكونيه ها اللي هي ايه؟ ايوه، ما شاء الله حدوثه كونا لابد ان يقع، الاراده الكونيه لا تتخلف، ودي ايه؟ ها دي صفه الرب تبارك وتعالى، مشيئته هو صفه الرب تبارك وتعالى. خدت بالك، الإرادة الشرعية ما يحب الله منا، ما يحب الله إيه؟ أحبه من عباده، أراد وأحب وأمرهم به، قد يقع قد لا يقع. ليه؟ لأن الله أمرنا الفعل منا، منا من يستجيب ومنا من لا يستجيب. خدت بالك، منا من يستجيب ومنا من لا إيه؟ يستجيب. و خد بالك، من استجاب اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والإيه؟ ومن لم يستجب اجتمعت فيه الإيه؟ ايوه، دون الشيء اي وقع فيه الكونيه دون الايه؟ دون الشرعيه. والحساب مداره على الاراده الشرعيه، الاراده الايه؟ وليس لك ان تضرب هذه بتلك. لماذا؟ لانك مطالب بالايمان بالقدر والعمل بالشرع، فليس لك ان تضرب القدر بالايه؟ انما نؤمن بالقدر ونعمل بالشرع، نؤمن بالقدر ونعمل بالشرع. وهذا امر، خلي بالك، معلوم الانسان يجري في اشياء كثيره، يعني انت حتى الاحتجاج بالايه؟ كلام باطل، تحتاج بالقدر على عدم الايه؟ على عدم الطاعه، كلامك كلام باطل. خدت بالك؟ طب ما انت الله عز وجل قدر عز وجل الرزق، ومع ذلك تاخذ بجميع الاسباب، صح؟ ولو حد قال لك امكس وسياتيك رزقك، تقول له ايه؟ يا اسمع بقى من الصبح بقى من ايه؟ يقول له انت بقى خد بالك يا راجل، ويجيب لك بقى حاجات بقى ربنا يسعى يا عم، وحتى معاه واخد بالك انت ازاي، ولا مش عارف انا فين، هذا لم ياتي نصا ولا كذا، لكن واقعد بالك وانت عايزني كذا، اشياء كثيره بقى. ولو انت رحت له حب الليل بلا ناوي يخطط لمشروع بقى وبتاع وينظم، واخد بالك زي سايكل عايز يعمل حاجه، وقلت له يا عم شوف، يقول لك يقعد طول الحكايه، والمشروع ده حد عايز يعمله غيري، وفي ترتيب ثاني، وينظم ويعمل وياخد بالاسباب، مع ان الرزق مقدر ومكتوب، وهتعمل وتاخد بالسبب، ومش هتاخد اكتر ما قدر الله لك، ومامور تاخد بالسبب. ماشي؟ تاخد بايه؟ زي ما يجي وقت الموقف برضه من الاسباب، انتبه معي. طيب، ما عرضتش دي لا لا تعملها كويس. طيب تيجي واخد بالك الاجل مكتوب ولا مش مكتوب؟ مكتوب. مع اول شويه مرض تبحث عن ايه؟ عن اكثر الاطباء فهما واخد بالك وبصراحه، وتبحث عن ده وتبحث وتسال وتاخد بالاسباب والادويه ها؟ يا عم يا اخي لا، بس ربنا امر يا شيخ بالاخذ بالطب والدواء يا شيخ. خدت بالك انت ازاي؟ ما امر بك وتعالى ايوه، وضعه خد بالك. طيب تعالى بقى عشان الجنه بقى، الصلاه والعباده والطاعه، والله ادعي ربنا يهديني بقى. طب ما ده كله هو انت مطبق صح، المساله ما فيهاش معضله، انت خذ بالاسباب، ادي ما عليك، ادي ما عليك.
زي ما انت تاخد اسباب في الرزق ومكتوب، وتاخد اسباب في خبالك في الخوف من الموت وهو مكتوب، والفرار من الموت والفرار من كذا وخبالك انت والاخره وهو كله مقدر. خذ بالاسباب في الهدايه، في الهدايه. نعم الهدايه كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه لا يقدر على على وضعها في القلب الا رب العالمين، هذه التوفيق والالهام، لكن الله اقدرنا على اسبابها. اقدرنا على ايه؟ زي ما الشفاء لا يقدر عليه الا رب الارض والسماء، لكن اقدرنا على ايه؟ على اسبابه، صح؟ وزي الرزق وزي وزي وزي، انت تاخذ بالاسباب، لكن في النهايه قد ينتج السبب اثرا وقد لا ينتج، هذا تقدير الله تبارك وتعالى، لكن تؤدي ما عليك، تؤدي ما عليك، خدت بالك؟ انتبه معي. ولذلك لا يهدي ما شاء ويعصي معافي فضله، ويضل ما شاء ويأخذ الأبتلي عدله تبارك وتعالى. العباد امر بين عدله وفضله جل وعلا، خبرك انت ازاي بين عدله وفضله. خدت بالك؟ لو عذب الخلق جميعا عذبهم وهو غير ظالم لهم، تعالى الله عن الظلم عز وجل. انتبه معي، انتبه. فانت مطالب، خذ بالاسباب، ادي ما عليك، اطلب الهدايه، خذ باسبابها توفق، خذ باسبابها، خبرك توفق. انتبه معي، والله عز وجل اعلم بمحل فضله ومحل عدله. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل ما شاء ويخذل ويبتلي عدلا، وهو اعلم جل وعلا بمحل فضله وايه؟ وعدله. خدت بالك تبارك؟ فما يشاء وفقه بفضله، وما يشاء اضله بعدله. بعدله تبارك وتعالى. انتبه. صحيح. ولذلك كان هؤلاء القدريه الذين الله نصر ولا اعداء الله كسروا. ما يزعمون ان اصحابه ابدا. احدهم لما يقول شارح الطحاويه لما سرقت اخبالك ايه يعني سرقت ناقته احدهم واحد يعني، فبقول له ايه يعني ادعو لي ان يرد الله علي ناقتي. فراح بقى راجل قدري فقول اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت. لم ترد بقى عشان ايه؟ الافعال القبيحه. اقول له عنده ايه؟ لم يردها الله. خدت بالك؟ لم ترد اخبالك ليه؟ لم ترد ان تسرق، اللهم ردها الي. قال له اذا ضاعت ناقتي. شوف الراجل بفطرته. قال له أرأيت إن لم يرد أن تسرق فسرقت، أرأيت إن أراد رجوعها سترجع؟ أضله وأحدهم كما ذكر كان في السفينة ومعهم رجل مجوسي، فراح يدعو الرجل المجوسي. فأخبرك الله أراد هدايتك وشاء هدايتك وشاء توبتك، ولكن الشيطان هو الذي أراد كفرك وأراد. قال له إذا أعبد الشيطان، نفذ شاء كفر فنفذ مشيئته، والرب شاء هدايته فلم ينفذ مشيئته. إذا الشيطان أقوى فنعبد الشيطان. أضله وما هداه. هذا كلام موجود في شرح الطحاوية وغيرها. أضله وما هداه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. انتبه. الناس لما تبعد عن الوحي تضل سواء السبيل. خدت بالك؟ وبعدين يقول لك لا، طب ازاي الفعل ينسب للحقيقة وخلقه الله؟ هذا أمر واحد. طب أنت الحائط ده وفيه اللبن، اللبن ده البنا اللي عمله؟ ولا معمول غير عمله؟ وجاي صح؟ اما جاي بقى البنا حطه، البناء ده بناء مين؟ نقول فعل مين؟ ها؟ فعل مين؟ صح؟ ولذلك بقى اتنين شغالين في في في, في, في عند المقاول. خد بالك في الشركات كده عند الموزع كده، ويجي لواحد بنا كويس يقول له خلاص، قلت له لا، يروح خبط الحطب وحاله مش هتاخد حاجه، بناك وحش، صح؟ طيب وده فعله وده فعله. مع ان اللبن ده مش ايه التعارض في كده؟ ولا في حاجه، ولا في اشكاليه. في إشكالية، واضح؟ طيب قلنا فين يا جماعة؟ وقال وبين أن فعل مخلوقاته بمشيئته لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البين، ولكن اختلف منهم من آمن منهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد. والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية. القدر لا ينافي الأسباب الإيه؟ القدرية أو الشرعية. انتبه معي، ركز معايا أهو. هل زي ما قلت لك يعني؟ أيوه، الإنسان أثبت الله زي ما شرحت لك أهو، ولا ينافي الأخذ بالإيه؟ لأن الأخذ بالأسباب من جملة الإيه؟ ده الشرع أمرك به، وده القدر تؤمن به، وقلنا إحنا موقفنا إيه من الشرع والقدر؟ ها، نضرب بعضهم بعض؟ عياذا بك اللهم. نؤمن بالقدر ونعمل بالشر، ونعمل بالشر. القدر حقه التسليم والإيمان به، أن نسلم ونؤمن. طيب والشر حقه الامتثال، الامتثال.
فالموفق من آمن بالقدر وعمل بالشرع وعمل بالشرع. آمن إن المرض ده بيبقى وراح خد بالأسباب وللدكتور وعارف إن الدكتور ده ما إلا سبب قد يؤدي لأن الشفاء بيد من؟ إنما ده أنا بس إيه بمتثل الأمر وبنفذ الشرع وإيه وباخد بالإيه؟ بالأسباب. أخذ بالإيه؟ بالأسباب. بألقي البذرة وأتوكل على الله وأعلم أن الذي ينبتها هو الله والذي يجعل تعطي محصولا كثيرا أو لا تعطي بالمرة أو يسلمها من الآفات هو من؟ هو الله عز وجل. فأنا أؤمن قدر وأعمل بالإيه؟ بالشرع وأمتثل. والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية. طبعا إن شاء الله ما اقتتل الذين بعدين بعد ما جاءتهم الإيه؟ أي بينهم لكن اختلف منهم من آمنوا منهم ايوه ولو شاء الله ما اقتتلوا لكن الله يفعله. قلنا عندنا في اراده ايه ايوه ده ايه دي اراده ايه اراده كونيه انه لازم يحدث قتال لكن الاراده الشرعيه ان 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 تجتنب القتال وان تترك زي ما الاختلاف مشيئه كونيه مشيئه ايه كونيه يقع لكن الاراده الشرعيه الاعتصام والاجتماع الاعتصام والايه والاجتماع ونعمل احنا هنا ندفع قدر الله بقدر الله ونفر من قدر لا إله قدر هذه العملية خاصة تدفع القدر تفر من القدر المذموم الاختلاف إلى القدر المحمود الاجتماع عشان ما تعوش تحتاج تقول لا لا ده بالك ده اصل الاختلاف ده ما لابد ولازم لا أنت مطالب أنك أنت تفر من قدر إلى إيه إلى القدر زي ما قال الإمام ابن القيم رحمه الله موقف المسلم أو موقف الخالق أو الإنسان عموما من القدر إن القدر ده نوعان القدر إيه نوعان منه قدر لا تستطيع دفعه فحقه التسليم تقدرش تدفعه خلاص تسلم ومنه قدر أمرت أن تدافعه أمرت أن إيه تدفع قدر العطش والجوع بالأكل والإيه بقدر الأكل والإيه والشرب والمرض بالإيه بالتداوي بالإيه بالتداوي ومداهمة العدو للبلاد بجهاده وهكذا يا ما تقولش الأمة النهاردة ده قدر لا ما احنا ندافع برضه محل بها بإيه؟ بالأخذ بالأسباب بأسباب الإيه؟ ندفع القدر بالقدر بالأخذ بأسباب نجاة الأمة بالأخذ بأسباب إعلاء كلمة في الأرض بالدعوة والأمر والنهي والعمل لدين الله للنهار ونأخذ بالأسباب أمة تدافع القدر بالإيه؟ بالقدر وفي قدر لا لا يسعك إلا مش هيقدر اللي هو هون الذي لا مدخل لك في رده المد ما عندكش أي قدرة هذا الاستسلام خلاص امر عجز اللي هو انت عجز عاجز او عجز تام تستسلم وتستسلم ايه زي ابن القيم بيقول وتشهد فيه الحكمه تبصر فيه حكم الرب جل وعلا يعني مش بس تستسلم والحكمه تبصر فيه الحكمه والقدره زي الموت زي مرض خلاص ما عادش في علاج زي امر ما عادش حد تستسلم وترض وايه وتبصر حكمة الرب فيه وأنه حكيم جل وعلا وقدرته جل وعلا واضح؟ والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى أسبابا فإن الأسباب من قدر الله نعم فيش منافاة قلتك ما ينفعش أنك أنت تعارض بين الشرع وليه؟ والقدر لا تجعل الشرع خصيم القدر ولا القدر لا إنما أنت تؤمن بالقدر وتعمل بالإيه بالشرع ماشي فإن الأسباب من قدر الله تعالى وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي من أجل صفات الله عز وجل أجل صفات الله إيه والتي أثبتها الله نفسه مواضع كثيرة من كتابه رد على مين ها اللي كان نفات الحكمة مين الأشاعرة لنفوا الحكم وقال لك لا خلاص إيه ما يفعلش الأغراض وعم أغراضها اسمها حكمة اسمها ايه حكمة الله حكيم تبارك وتعالى حكيم لا يفعل شيئا عبثا ماشي فمن الأسباب أخبرك القدر قوله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله إلى قول فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير نعم أسباب قدر يقبلك أنت ينزل مطر بقدر وأسباب شرعية قد جاءكم من الله نور كتاب مبين يهدي الله به من اتبع رضوانه سبل السلام سبب شرعي تلتزم بالكتاب والسنة تهتدي تنا توفق تلتزم بما أمر الله عز وجل تستجيب لله وللرسول توفق
ويخرجهم من الظلمات إلى نور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الإيه؟ الشرعية، باعتبار كونه مطلوبا من العبد، سبب شرعي الإيه؟ لأنه مطلوب منك أنك تمتثل فتستجيب تنفذ الأمر وتجتنب الإيه؟ النهي، تمتثل الأمر تنفذه تمتثل والنهي تجتنبه. خبرك وإذا امتثلت الأمر أثبت، وإذا ها تجاوزت النهي أو لم تدره إيه؟ ولك عقبت، وهكذا. فده مطلوب من العبد، يبقى ده سبب. ومن الأسباب القدرية ليه؟ باعتبار إيه؟ وقوعه، يعني هو في نفس الوقت سبب قدري وسبب شرعي. طيب نقول قدري ليه؟ لأنه باعتبار وقوعه بقضاء الله وإيه؟ أي لأنه لن يحدث في كون إلا ما شاء الله عز وجل. خدت بالك إزاي؟ ها؟ فقدري من جانب وإيه؟ وشرعي من إيه؟ ده في الأسباب، ده فين؟ كلام في الأسباب. والناس في الأسباب طرفان ووسط، والناس في الأسباب طرفان وإيه؟ ووسط. في الطرف الأول نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل عندها، يحصل الشيء عندها لا بها، اللي هم قالوا إيه؟ ها قالوا انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها حصل عند الإصابة لا بها، يعني مجرد الحجر قرب، قالوا إحنا قلنا إنه مين؟ زي ما الحجر رجلوا كده، خدت بالك؟ اللي قال لك الاقتران، يعني إيه؟ عند واحد عايز تقتل واحد، بتقتل واحد السيف قرب من رقبته ورقبته طارت، مش انت اللي مش السيف اللي قطع لا دي طارت قبل ما كلام لا يعقل ولا يبط العقل ولا الحس ولا الشرع ولا خدت بالك. هي بتيجي تقطع السكينه، السكينه ما قطعتش، ده اول السكينه ما جت الحاجه بتقطع نفس ايه ده كلام، انت تخيل هذا؟ تخيل ويقول لك ايه؟ يقول لك المدارس العقليه وتقديم العقل على النقل، والله ده لله وانا راجعه حاجات اصلا في غايه الغرابه. ها خدت بالك انت ازاي؟ انت بتيجي ازاي يا عم؟ ازاي خدت بالك؟ ونفوا بقى طبيعة الاشياء والتي اودعها الله فيها. وده برضو ايه بقى؟ تصور ان هو لما يقول قطع يبقى كده عمل ايه؟ حاجه بتعمل عمل مع ربنا في الكون. يا راجل من الذي اودع هذا؟ الله، الله عز وجل، لا اله الا الله. هي الحاجات تعمل استقلالا ولا تملك شيئا ولا؟ من الذي اودع هذه الاشياء طبائعها وجعل لها خصائصها؟ فجعل النار من خصائص، النار من خصائصها ان تحرق، والماء من خصائصها ان تغرق. من الذي فعل هذا؟ الله. رب الارض والسماء. وما انت تقول لي وجود ايه اللي جاب ده؟ وبعدين حتى ده يؤدي النفي المعجزه في النهايه. طب ما هي المعجزه امر خارق للعاده ليه؟ ما انت لو هي كل حاجه بس انت ما خلاص الجديد في كده. ما كل حاجه بقى خد بالك انت ازاي؟ ما فيش فيها طبائع ولا النار دلوقتي ده هو غير عشان الماء جت عنده واتحرق عشان النار جت جاريه. طب خلاص ما فيش بقى، خلاص بقى الخرق بقى الامر. خبرك انت ازاي؟ وقيس على هذا. فده كلام في غايه الانحراف والشطط والشطط. وهؤلاء خالفوا السمع اللي هو القران والسنه وكابروا الحس، نعم والله، وانكروا حكمه الله تعالى في ربط المسببات بايه؟ باسبابها. ماشي. طيب الطرف الثاني غلاه اثبتوا تاثير الايه؟ الاسباب، لكنهم غلوا في ذلك وجعلها مؤثره بايه؟ بذاتها. وده شرك، وده ايه؟ شرك، لانهم اثبتوا موجدا مع الله تعالى، خالفوا السمع والايه؟ والحس. اخبارك لان طب ما الناس في ناس كتير بتاخد بالاسباب والسبب ما بيجيبش ايه؟ يبقى فين بقى القوه اللي في ذات ولا فين اللي ترتب عليه؟ قول لا، لان انت السبب لكن الذي يملكه ان ينتج او لا ينتج اثر هو الله تبارك وتعالى، خالق الاسباب والمسببات جل وعلا، خالق الاسباب والايه؟ والمسببات. خد بالك، والا ما الناس كتير بتاخد في حاجات كتيره بالاسباب وما يحصل، بس هو قد ما علي، قد ما ايه؟ ما علي، لكن يترتب عليها اثره او لا يترتب، هذه بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. ولذلك كان ايه؟ الاخذ بالاسباب ده ايمانك بالشرع، و اخبالك الاعتقاد بانها الامر بيد الله كله ده الايمان بالايه؟ بالقدر. ولذلك العبد مامور بهذا، ياخذ بالاسباب مع ايوه التسليم لرب الاسباب والمسببات والتوكل عليه، والتوكل ايه؟ وتفويض الامر كاملا اليه جل وعلا تبارك وتعالى. والطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الايه؟ الأسباب، لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى وخالفوا السمع والايه؟ وقد دلنا الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا، كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عن ايه؟ ده بنشوفها كتير، عن مسبباتها.
يذاكر 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 وممكن لا ينجح ويجيب درجات بسيطة، يزرع وياخد بجميع ويجيب أحسن أنواع التقاوي وأحسن أنواع المعوى وما يجيبش محصول وواحد وهكذا، خدت بالك؟ وقيس على هذا كثير، هذا أمر إيه؟ ليه؟ لأن بس هو أدى ما إيه؟ ما علي أدى ما علي، ماشي؟ وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم والشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عن بإذن الله، كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي نعم فيها فقال الله، ودي بقى المعجزة، دي المعجزة، يا نار كوني بردا وسلاما عليه، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. أما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق. وأنا قلت لك دائما أن يبقى محدش خالي من الحق تماما، يعني إيه؟ عنده إيه؟ مثل أهل البطل ده واحد عنده شوية جزء حق وجزء إيه؟ هتجد الفرق الضالة، خدت بالك أنا بتكلم على الفرق الضالة المنحرفة، هتجد عندها بعض الحق وعندها باطل، ودي عندها بعض الحق وعندها باطل، إحنا مأمورون باجتناب الإيه؟ الباطل هنا وهنا والتزام الحق أيا كان، عشان ما تجيش مثلا تحتاج برضه ليه؟ زي ما واحد بيقول لك إيه؟ آه ده فلان ده صاحب بدعة، بس يا أخي بيقرأ قرآن صوته جميل وبيصلي ويقعد يبكي ويعيط، طب ما الخوارج كانوا كده، خدت بالك معايا إزاي؟ يا حبيبي واحنا قلنا احنا بنتكلم عن صلاته، احنا بنتكلم عن البدعه اللي عنده، تكفير المسلمين، تكفير الايه؟ ايوه بس خد بالك، ايوه بس ده برضه مش عارف ده في كذا، انا بكلمك عن البدعه العرفات اللي عندهم، لان دايما يحدث هذا الخلط، وايه اللي بيخلي الاخوه تقعد تتخبط؟ خد بالك انت ازاي؟ انه يجب ايه؟ انت بتبين له انحراف المنحرفين وبدع المبتدعين يقع، لا ده تقاربوا مع الشيعه وضلوا سواء السبيل، يقول لك بس هم برضو كانوا بيتكلموا، انا مالي يا ابني لو كانوا في جماعه ضلت سواء السبيل وتعانقت مع اهل الضلال واهل الزيغ تكفر المسلمين وتتقارب مع الشيعه وتحتضن معهم وتتعاون مع ده. طب انت انا بكلمك في كده مش في جزء اللي انا بقول ده بيصلي ده حافظ قران ده، انا ما بكلمش في كده، انا بكلمك في جزء الايه؟ الباطل اللي عنده، المنحرف اللي عنده، خدت بالك؟ طب ما انت تجد الفرق الضاله كده، تجد لها عنده اهو جزء ايه؟ هم الجبريه عملوا ايه؟ ها الجبريه عملوا ايه؟ غلوا في اثبات الايه؟ القدر، فخالف في جزئيات وضل فيها، والتاني عايز يثبت للانسان ايه؟ مشيئه، فراح خلاها مشيئه مستقيم فوقع في ضلال مبين. طب والحق؟ ان انا اؤمن بالقدر وان له مشيئه، بس مشيئه مقيده تحت مشيئه الله النافذه، مشيئه العالم، بس مشيئه الله تبارك وتعالى ماشي وليست مستقله. يبقى انت خدت جزء وجزء، مش بس واخد بالك من ديت، انا كده بجيش اتكلم في حاجه وتروح حاططها في حاجه ثانيه. فلان ده واخد بالك عنده كذا وكذا، بس بصراحه هو راجل يعني في ما انا ما قلتكش الحاجات الحلوه اللي فيها، ما دي حلوه، بس انا بكلمك في الايه؟ في جزء الباطل والانحراف والبعد والمخالف للدين، انك انت تجتنب هذا. طيب ماشي يا اخوانا، واخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق فاثبتوا للاسباب تاثيرا في مسببات، لكن لا بذاتها، لا بايه؟ ايوه، بل بما اودعه الله تعالى فيها من القوى الايه؟ الموجبه. انا هتوقف عند هذا عشان قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.